أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أصحاب الفضيلة المحكمين والمحكمات، أبنائي وبنات المتسابقين والمتسابقات، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم جميعا في هذا اليوم الإربعاء 25 من شهر شعبان لعام 1445 للهجرة، في افتتاح أعمال التصفيات النهائية للمسابقة المحلية على جائزة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أيده الله لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها 25 تحت رعايته الكريمة أيده الله وأدام وجوده. ويسعدني بهذه المناسبة أن أهنئ أبنائي وبناتي الذين وصلوا لهذه المرحلة من المسابقة في تصفياتها النهائية، وعدد 125 متسابقا ومتسابقة بعد تفوقهم في التصفيات الأولية المقامة في مناطق المملكة 13، والتي شارك فيها أكثر من 3000 متسابق ومتسابقة من أبناء المملكة العربية السعودية وبناتها. أبناء المتسابقين والمتسابقات، يسعدني أن أخبركم بأنه قد تم في هذه الدورة من دورات المسابقة زيادة أعداد الفائزين والفائزات، ليرتفع عددهم من 36 فائزا وفائزة إلى 52 فائزا وفائزة، كما تم زيادة مجموع قيمة الجوائز لتصل إلى أكثر من الضعف عما كانت في دورتها السابقة، ليكون مجموع جوائز الفائزين والفائزات 7 ملايين ريال بعد أن كانت 3,366,000 ريال فقط، إضافة إلى مكافأة قدرها 5,000 ريال لكل واحد منكم بمناسبة تجاوزكم التصفيات الأولية ووصولكم إلى التصفيات النهائية. أبناء المتسابقين والمتسابقات، إن هذه الجوائز والحوافز التي تقدمها الوزارة لأهل القرآن تأتي بناء على دعم سخي وتوجيهات مباركة من مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أيدهم الله. أسأل الله تعالى أن يجزيهم خير الجزاء على ما يقدمانه لخدمة القرآن الكريم، كما أسأل الله لبلادنا المملكة العربية السعودية مزيدا من الرخاء والاستقرار والنماء. وختاما، أدعو الله لأصحاب الفضيلة المحكمين والمحكمات بالإعانة والسداد، ولأبناء المتسابقين والمتسابقات بالتوفيق والفلاح، وعلى بركة الله نفتتح أعمال التصفيات النهائية لهذه المسابقة المباركة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.